السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده بإذن الله هنستكمل فيه شرح الـ SQL Injection وهناخد الـ Blind SQL طيب إيه هي الـ Blind SQL الـ Blind SQL زي ما شرحنا قبل كده هي الـ SQL Injection النوع اللي لما انت بتديله مثلا أي query أو أي حاجة ما بيطلع لك شيء بيعمل إيه بيديك الصفحة فاضية خالص طيب ودوت كده بيكون المفروض ان الحل بتاعه ايه علشان انا اعرف اعمل الكلام دوت كله الحل عندك اتنين اما ان انت تستخدم اوتوميشن تولز الاوتوميشن تولز دي تفضل تجرب لغايه ما الكويري تتظبط فيديك اوتبوت او الحل البديل ان انت تفضل تجرب بيدك طيب انه واحد افضل في الحقيقه مفيش حاجه افضل المفروض والصح اللي يتعمل والصح ده مش بس في ال injection او مش بس في البلايند اسكوال انجكشن الصح ده في اي ثغره الصح اللي اتعمل اني انا افهم الاول الثغره شغاله ازاي ابدا اطبق بايدي ابدا احل نبات وبعد كده استخدم الاوتوميشن تولز ليه لان بعد ما انا اكون فاهمها فانا هفهم الاداه بتعمل ايه فمش هكون مجرد سكريبت كدي بيستخدم اداه مع شويه بارامترز وخلاص فبالتالي دلوقتي احنا نفهم ازاي نعمل الاستغلال ده يدويا بعد كده بقى اللي هو المفروض ان بعد الفيديو ده هناخد بقى ال ماب ونشرحها بتعمق في البدايه طبعا لازم اني انا اعمل ستارت للسيرفيس بتاعت الاباتشي علشان هي اللي بيكون قايم عليها السيرفر عندي على اللوكال هوست فهقول له هنا سودو سيرفيس اباتشي تو ستارت اديله نوت الباسورد وفي نفس الوقت اشغل السيرفس بتاعت الماي اس كيو طيب بعد ما يشتغلوا هعمل ايه هقوم انا جاي هنا رايح للاب بتاع الاكس في دبليو اي دلوقتي طيب هنعمل ايه بقى اول ما نخش هنا في اللاب ده هنروح عند الاس كيو ال انجكشن وهنا بقى في الاول برضه عشان تعرف لو انا هنا زي ما تخيلنا الكويري وقلنا ان انا في الدرس اللي قبل ده وقلنا ان انا بتخيل الكويري مثلا ان هي بتكون select اول فروم ايتمز وير ايتم اي مثلا ايكوال تو وبيوم جاي حاطط لك الكلام ده كله هنا طيب لو انا عملت كده ايه اللي هيحصل اللي هيحصل هنا دلوقتي ان هيديني ايرور زي ما انت شايف طيب يبقى ده كده ايرور بيز يبقى في الاول بس كده تاني علشان نقسم الموضوع بدماغنا احنا مش بس باي تقسيمات هي المفروض هي التقسيمة الرسمية او لقيناها على النت او الى اخره تعال نقسم الموضوع بدماغنا احنا الموضوع بيكون عبارة عن ايه انا عندي نوعين دلوقتي مثلا من الاس كيو ال اللي هو ايه بقى يا اما يكون Error Based يا اما يكون Blind Based طيب انا ليه مثلا قسمتهم التقسيمه دول ليه ما مثلا زي ما زي ما اغلب المواقع بتقسمهم او زي اغلب الكورسات بتقسمهم ده بيكون بسبب ان انا دلوقتي لما اقسمهم زي ما المواقع بتقسمهم فممكن دي التقسيمه بتاعتي ما تكونش مناسبه ليا لكن التقسيمه المناسبه دلوقتي اللي انا شايفها هي ان احنا نقسمها لايرور بيست وبلايند طيب انا قسمتهم كده ليه؟ قسمتهم لان انا علشان اديك اعمل ديتكت الثغره دي فبالتالي انا دلوقتي لازم الاول اشوف الاوتبوت اللي هيطلع اصل انا دلوقتي مثلا ممكن اجرب اعمل الكلام ده في السيرش في السيرش فوق في السيرش بوكس مثلا لو كان الموقع فيه سيرش داخل, داخل الموقع فبالتالي اجي اكتب اي كويري الاقي مفيش اي اوت بوت لي طيب طالما مفيش اي اوت بوت لي يبقى دي كده عندي احتمالين يا اما هنا اصلا ما يكونش فيه اس كيو ال يا اما يكون فيه بلايند اس طيب بالتالي بقى لما انا اعمل لما انا اعمل ديتكت لحاجه زي كده واجي استخدم المخطط اللي انا هوريه لك دلوقتي فبالتالي انا كده يكون فكري منظم اول حاجه الاس كيو ال انجكشن يا اما تطلع لك ايرور يا اما ما تطلع شير اذا طلعت لك ايرور فبالتالي هي ايرور بيزد اذا ما طلعتلكش ايرور فبالتالي هي بلايند بيزد وبعد كده بقى بيجي تحتهم كل الـ الـ الانواع اللي خدناها البوليان والتايم بيزد وغيرها غيرها من الايه من الحاجات واليونيون بيزد طبعا ديت اللي احنا برده خدناها وقلنا ان ديت بتكون برده في مشكله شويه لان ممكن يقولك ان عدد الكولنز اللي انت حاططها عدد غير صحيح فعشان كده بنتجه ان احنا نستخدم البوليان بيزد الى اخر دلوقتي بقى هنخش على الدرس بتاع النهارده اللي هو البلايند البلايند مش هيختلف عن الـ عن الايرور بيزد في اي حاجه خالص غير في الاوتبوت يعني ايه غير في الاوتبوت يعني انا دلوقتي مثلا كواحد كنت ببحث عن الثغره دي كنت بعتمد على الايرور في ان هو يعمل لي ديتكت عن مثلا وليكن مثلا نوع الداتابيز اللي موجوده او على الاقل الكويري بتاعتها ان انا مثلا لو الكويري دي ما كانتش بتقبل كذا فأنا انا جاي مثلا مديها حاجه تانية الى اخره من الحاجات دي كلها طيب دلوقتي بقى لما انا اجي في الاس كيو ال انجكشن بلايند طيب انا هعرف الكلام ده ازاي طيب عشان كده بقى في الحاله دي بنستخدم الاوتوميشن تولز ولكن ما فيهاش مشكله ان انا نجرب تعالى بقى دلوقتي نشوف طالما هي بلايند كده لو انا دلوقتي اديته اللي هي الـ الـ الكوت اللي انا دلوقتي دي المفروض ان هو كان هيطلع لي ايرور طيب هو هنا ما طلعليش ايرور طيب الكلام ده بيحصل ازاي برضه عشان تكون عارف بيبقى في بيلت ان فانكشن موجوده في البي اتش بي اسمها داي البيلت ان فانكشن ديت وظيفتها انها بتخفي اي ايرور يطلع من الكود من الباك اند بتخفي اي ايرور يطلع نهائيا طيب انا دلوقتي لما انا عملت كده وما طلعليش اي بوت طيب تعال بقى نكمل لو انا دلوقتي هتخيل قدامي ان هو وليكن لو دخلت على الماي اس كيو ال وجيت انا قلت داتا بيزس ولقيت مثلا انا هنا عندي داتابيز اهو وعايز مثلا اعمل محاكاه كده للباك اند اللي بيحصل انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتحصل ورا ما ينفعش اني انا اكون بتست على على ومش فاهم غير الحاجات الانبوتس ال اللي قدامي بس لازم اعرف الموقع شغال ازاي لو انا مثلا دلوقتي جينا عشان نشوف الكلام ده شغال ازاي هنلاقي ان هو بيقول له مثلا في الباك اند سيلكت اول مثلا فروم آه وليكن الـ Database دي هنسميها Items ليه؟ لأن هنا هو يكون مثلاً Item Code إحنا مش هيهمنا قوي حكاية اسم الداتابيز دي إحنا أهم حاجة عايزين نفهم بس الموقع ممكن يكون شغال إزاي From Items Where الـ Item Code مثلاً Equal To وفتح لك سيمي كولون ومستنيك تكتب الانبوت بتاعك وبعد كده هيقوم هو جاي مثلا لو قلت له واحد وهيقوم هو جاي قافلهولك ومكمل الكويري بتاعته عادي خالص زي ما هو عايز. طيب تعالى بقى نجرب دلوقتي نعمل الكلام ده. هقول له مثلا كده واحد انا كده قفلت الكويري دي. الكويري دي كده انا قفلتها. افرض انا عايز اعمل ريترايف لكل الداتا اللي موجوده هنا لكل الايتيمز مثلا اللي موجوده. هنستخدم البوليان بيست ليه؟ تعتبر هي اكتر واحده مش هتتعبنا. ليه؟ لا هنحتاج مثلا نشوف عدد الكولومز ولا اي حاجه خالص. طيب تعالى كده نجرب نقول له بوليان بيز، طيب البوليان بيز دي يعني ايه؟ يعني زي ما انا شرحت يا اما اند يا اما اور. طيب انا دلوقتي هقول له اور. طيب الاور دي هيبقى ايه؟ ممكن تكتب له ترو، ممكن تشتغل وممكن ما تشتغلش، في قواعد بيانات تقبلها وفي قواعد بيانات ما تقبلهاش. ممكن اقول له اور 1 ايكوال 1، او ممكن اقول له اور 1 بلس 1 ايكوال تو يعني واحد زائد بيساوي اتنين ممكن تقول له اي حاجه تدل على الترو طيب لو انا دلوقتي هنا قلت له اور ترو كده ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف ما طلعلكش اي اوت بوت يبقى هو ما قبلناش طيب لو انا قلت له كده اور ترو وقمت انا جاي قافلها بالسيمي كولون مش هيقبلها برضو طيب لو انا بقى عايز اخفي كل الكويري اللي بعديه عايز اعمل لها كومنت وما ينفذش غير اللي انا عايزه بس اقول له كده اور 1 equal 1 مثلا او اور ترو خلينا في الترو لغايه ما نشوف هتشتغل ولا لا وهعمل له هاش زي ما عرفنا في طريقتين للكومنت في طريقتين للايه للكومنت اما كده تو dashes او اما الهاش فاحنا هنجرب اول حاجه الهاش ونقول له submit. هنلاقي بالفعل الموضوع نجح وعمل لنا ريترايف لكل الداتا طيب الموضوع نجح ليه لان ببساطه في الاول اديته اللي هو عايزه اللي هو الاي دي اللي هو عايزه اديته بعد كده قمت انا جاي اقفل له الكويري بتاعته بالسيمي كولون بعد كده قمت انا جاي مستخدم بوليان بيست اس كيو اللي هي ايه يا إيه اما إيه 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 بالاند يا اما إيه 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 بالاور فهقول له اور بعد كده هقوم انا جاي هنا اهوت له حاجه تكون صحيحه حاجه ترو عشان يعمل لي ريترايف لكل الداتا اللي عنده فهقول له ان هو اور ترو مثلا ماشي بعد كده هقفل له الكويري عشان افضل ماشي على السنتاكس الصحيح للكويري دي بعد كده عشان انا عايز اعمل كومنت لاي كود بعديه هعمل علامه الهاش اللي هي احنا بنو بنخمن ان هي دي ممكن تكون طريقه الكومنت اللي موجوده في السيرفر اللي قايم عليه الموقع ده فبالتالي ام جاي الكويري نجح ممكن برضو طبعا نعملها بحاجه تانية زي ايه مثلا زي الاند انا دلوقتي مثلا لو عارف ان في السيرش بوكس هنا لو انا قلت له واحد فدي كده قيمه ترو ليه ترو لان واحد ده بالفعل موجود عنده طب انا اتاكدت ازاي اهو لو انا قلت له رقم واحد ونزلت له هنا هو تحت يقول لك اه واحد عندنا هو يشير لده ولده مثلا يعني دول بقى يا اما فيهم واحد يا اما هم دول الاثنين الكود بتاعهم واحد ملناش دعوه المهم دلوقتي ان الاثنين دول كده تقريبا برضه عشان فيهم رقم واحد ادي رقم واحد اهو وادي برضه رقم واحد اهو طيب فبالتالي اللي يهمني ان الموضوع ده ترو ليه ترو لان لما انا اديته اللي هو القيمه دي طلع لي بوت فبالتالي دوت موجود عنده فبالتالي هو ترو طيب لو انا هنا إن دلوقتي جيت وقلت له اند ترو يعني ايه يعني ده كده كده ترو حلو وفي نفس الوقت انا برضو كتبت لك هو ترو فبالتالي القيمتين دول كده اتحققوا فبالتالي لو انا قلت له هاش هتلاقي اللي هيحصل ما طبعا ليش حاجه طيب تعال نجرب حاجه تانية لو انا هنا قلت له اللي هي الواحد دي كده وقلت له اند 1 ايكوال 1 طيب وديته السيمي كل ما عشان اقفلها وعملت له هاش وهنشوف هيطلع لي ايه برضو ما طلعليش حاجه طيب اشمعنى طلعلي في الاور وما طلعليش في الاند لان بكل بساطه كده انا عملت آه آه يعني زي ما تقول كده كونفيوز للداتا طب ما انا كده مثلا دلوقتي لما اقول له واحد او انه او عفوا احنا كنا استخدمنا الاند له دوت كده هتجيب لي الواحد ده وكمان ترو يعني ايه يعني انا كده بقول له ايه ان انت الواحد ده موجود عندك في الداتابيز صحيح ايوه بالفعل صحيح موجود عندي في الداتابيز وكمان ترو طب ما ده اصلا ترو فالترو اللي بعديها مش هتعمل لك حاجه فهتيجي عشان تقوم انت جاي عامل له سبميت كده للدوكيومنت ده وتيجي علشان تنزل تحت هتلاقيه ما عملكش حاجه امال الصح ايه الصح ان يكون دايما في قيمه فولس وقيمه ترو طيب وانا اجيب القيمه الفولس دي منين انا لما اديله كده فانا كده مديتلوش اي حاجه موجوده هنا جوه خالص فبالتالي الحاجه دي غير متواجده فبالتالي دي كده فولس ولما انا هنا اجي اقوله له اند ترو كده واقفلها بالسيمي كولون واقفل الكويري بتاعتي بالكومنت الهاش اللي انت شايفه ده عشان اي حاجه بعديها تتلغي واقوله له هلاقيه بالفعل عمل لي لكل الانفورميشنز طيب ليه ليه حصل كده؟ لإن زي ما أنت شايف كده بالظبط إحنا لغينا له كل ال 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 الترو اللي موجودين وحطينا ترو من عندنا إحنا يعني إيه برضو مش فاهم؟ الأول إحنا كنا بنديله واحد فالواحد ده كان ترو فلما أنا مثلا كنت هنا باجي أقول له كابوليان دي يعني وأقول له أور فالأور لا تتطلب إن الإتنين يتحققوا يا إما ده يتحقق يا إما ده يتحقق فلما أنا هنا أقول له أور ترو فبالتالي هو هيقوم جاي إيه؟ واخد الترو الثانية دي فن ويوم جاي ايه عامل لي ريترايب للانفورميشنز لكن لما اقول له اند فلازم الاثنين يتحققوا فلازم الاثنين يتحققوا فعشان كده لما هنا اقوم انا جاي مديله حاجه فولس كده حاجه مش موجوده واقول له اند ترو فهيلاقي دي مش موجوده حلو هيلاقي دي مش موجوده هو لازم الاثنين يتحققوا فهنا الفولس اتحقق ليه الفولس اتحقق لان بز لان بطبيعه الحال ديت قيمة فولس قيمة فارغة أصلا قيمة مش موجودة عندهم فالفولس اتحقق والترو اتحقق لأن أنا هنا كتبت له ترو وبعد كده عملت له هاش علشان ألغي أي كويري بعدها وقلت له سبميت أم جاي عامل ريترايف لكل الداتا اللي موجودة في الداتا بيز عنده طيب زي ما شفت الاسكيو ال انجكشن بلايند ما اختلفتش قوي عن الايرور الاختلاف الوحيد اللي كان بينهم هي ان الايرور كانت بتساعدنا شويه في حته الكولومز في حته مثلا نوع الداتابيز في حته اسم مثلا الداتابيز في بعض الاحيان مش في كل الاحيان فكانت بتساعدنا شويه بس صغيرين فبالتالي لما كانت بتساعدنا كان يعني زي ما تقول كده ايه في فلكسبيليتي كده ان انت ممكن ايه ممكن تطور في في الكويري بتاعتك شويه تحاول تاخد ار سي الى اخره بينما في البلايند هنا عندك انت يعتبر بتتعامل مع حاجه غير مرئيه بالعكس انت ممكن تكون كل ده مفكر انها مثلا شغاله كيو او تخمن من عندك انها شغاله كيو ال وهي اصلا تكون الموضوع غير غير كده خالص ممكن يكون سيرش بوكس لو انت بتدور في سيرش بوكس مثلا ممكن يكون سيرش بوكس عادي جدا فهي دي مشكله كيو ال انجكشن بلايند طبعا في طرق كتير ان انت تعمل ديتكت بيها ال انجكشن بلايند ولكن اللي هي الطرق دي انا مخليها مع الواي فاي باي ان شاء الله طيب تعال نشوف دلوقتي هنعمل ايه انتوا طبعا فاكرين موقع اكيونيتكس اللي اشتغلنا عليه تعال كده بقى قبل ما نروح بقى للاوتوميشن تولز وقبل ما نروح للكلام ده كله تعالوا نجرب بقى نخش على موقع اكيونيتكس ده ونشوف هنعرف بقى نتعامل معاه ولا لا لو انا قلت له اكيونيتكس دوت كوم يعني طيب تعالى بقى كده نشوف لو انا عملت براوز الأرتيست مثلا عايز اعمل يعني براوز للارتست فدخلت عند الارتست ده ولقيته بيديني واحد لو انا تعاملت مع نفس الم... مع الموضوع ده هنفترض يعني ان دي بلايند مثلا ولما انا هنا جيت اتعامل معاه مثلا وقلت له اور 1 equal 1 وقمت انا جاي اقفل الكويري وهاش في الاخر فهنفترض ان الايرور ده مش موجود احنا كشخص انا كشخص مثلا كده بتست هفترض ان الايرور ده مش موجود وهنفترض ان دي بلايند بيز بحكم ان مفيش بلايند بيز موجوده على مواقع على حد علمي يعني فقط على مواقع مثلا ان نقدر نتست عليها دلوقتي فهنفترض ان ده مش موجود وال... والكويري دي ما اتنفذتش وانا متاكد 100% ان هي صحيحه انا اعمل ايه ساعتها بكل بساطه انا مثلا لو حطيت ده كده هلاقيه دي كده قيمة ترو دي كده قيمة ترو ليه؟ لأنه دلوقتي هيجيب لي انفورميشن عن الارتست اللي هو الاي دي بتاعه واحد ده طيب لو أنا حطيت رقم اتنين مثلا أو تلاتة لا أنا هنا كده حطيت حاجة تانية اتنين مثلا كده هشوف هل اتنين ده هيدي لي اوتبوت ولا لا هلاقي اداني اوتبوت طيب لو حطيت تلاتة اداني اوتبوت حطيت وليكن اربعة ما ادانيش اوتبوت حلو طيب يبقى كده دي بالنسبه لي كده الصفحه دلوقتي هي صفحه فارغه اقدر ان انا على الاقل لو طلع اوتبوت اشوفه طيب لو انا دلوقتي قمت انا بقى جاي قافل الكويري وقلت اور 1 ايكوال 1 عشان يبقى ترو وقمت انا جاي قافلها بسيمي كولون وحاطط هاش في الاخر وقلت له اوكي هيقول لي ايه هيقول لي ان انا انا برده هنا عندي خطا طيب تعالى كده نعمل ديتكت الخطا ده ونشوف هو ايه لو انا مثلا دلوقتي لغيت السيمي دي وقلت له انتر هلاقيه ايه هلاقيه جاب لي الارتست اللي هو اللي موجود ده ولكن زي ما انت شايف كده اللي حصل ايه اللي هو مش مدين اي اوت ما هو هو يعني يعتبر الموضوع هو هو انت كده ما ضفتش حاجه جديده هو مش هيعمل لك ريترايف للانفورميشن كلها لان هو ما بيقبلش غير حاجه واحده بس اللي اتعمل لها ريترايف طيب في الحاله دي بقى انا اعمل ايه واتصرف ازاي في الحاله دي هنحاول ان احنا نطلع إيه 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 يونيون Based اس Injection طيب وانا هعرف ازاي انها عدد الكولومز والكلام ده كله هنجرب هقول له نوت يونيون سيلكت فيرجن مثلا فيرجن واقوم انا جاي هنا اقفل له الاقواس دي واقفل له الكويري بتاعته واحط الهاش واقول له تعالى كده نشوف طيب هنا قال لي ايه قال لي لا هو هنا مثلا كده دوت مش مش هي مش هو عدد الكولومز الصحيح طيب لو انا قمت انا جاي قلت له مثلا فيرجن وقلت له مثلا الارتست واحد والارتست اتنين وقمت انا جاي اقفل ده كده اه بالفعل نجح الموضوع وجابهولي بالفعل طيب انا ازاي عرفت ان هو ان هي دي عدد الكولومز الصحيحه هقول انا عرفت ان هي عدد الكولومز او عدد اه الكولومز الصحيحه بسبب حاجه واحده بس ان دلوقتي لما انا باجي اقول له او سيبك من سلكت بقى دلوقتي لما انا جيت اعمل براوز للارتست لقيت ان مجموعه الارتست مثلا اللي موجودين هنا هما وليكن ثلاثة فانا خمنت قلت خلاص يبقى هو هنا هيكونوا ايه هيكونوا ثلاثة كولونز والموضوع نجح واحد دلوقتي يقولي طب ما دوت عشان موقع مثلا كده تجربه طب ما عندك في مواقع مثلا بيكون عندها ملايين المستخدمين هل هي كده بتحط مليون كولوم؟ بالطبع لا امال دول بيعملوا ايه دول ممكن او الاغلب انهم بيعملوا سيلك اول على طول سيلكت اول فروم داتابيز مثلا وير تيبل ايكوال تو كذا مثلا طيب خلينا بقى في اللي احنا فيه طيب دلوقتي انا عايز اطلع بقى معلومه مهمه تعالى كده نجرب نقول له باس كده نشوف هل لما نقول له باس هيقول لنا ايه اه بالفعل ما لقاهوش ما لقاش الكلام ده ولكن مش بس ما لقاهوش لا ده احنا كمان نسينا نحط السيمي كولون فقام جاي عامل لنا ايرور هنا فنحط له السيمي كولون ونشوف تمام كده احنا الكويري بتاعتنا مظبوطه هنا كلمه باس مش موجوده طيب لو كتبنا باس وورد برضو مش موجوده عندهم طيب لو كتبنا هنا كده حاجه زي لو كتبنا مثلا كده هنا ود لغينا باسورد وكتبنا حاجه زي الفيرجن فيرجن كده هقول لك اه الفيرجن اللي عندك هنا هو الفيرجن 5.1.3.73 73 يعني وهنا اوبونتو ودوت الاصدار الى اخره واحد يقول لي طب اشمعنى هنا اشتغل فيرجن وهنا ما اشتغلش هقول لك اه انا اقصد ان انا اعمل لك الحركه دي ليه لان لازم اقول لك ان لازم دايما تمشي على السنتاكس السليم احنا كنا بنقول ان حكايه اللي هو الايه الابر كيس ديت مثلا انت بتعملها هنا علشان إيه تكتبها مثلا في الـ في الاس كيو ال لما احنا كنا بناخد كورس الاس كيو ال كان دي حاجه نزاهه مثلا كده مننا عشان ايه؟ عشان تكون الكويري سليمه، لكن في بعض الداتا ال بيزز لازم يكون فيها البيلت ان فانكشن لازم تتكتب بشكل ابر eh كيس. طيب لو انا شلت الفيرجن الاولاني وقلت له مثلا current date وقمت انا جاي اقفلها له كده. هل هيجيبهولي؟ لا، ليه؟ هقول لك دلوقتي. لان بكل بساطه الكولوم الاولاني ده كده محجوز محجوز يعني يعني اساسا ما بيطلعليش اوتبوت هنا فلو انا هنا مثلا قلت له 1 اللي هو الارتس رقم واحد قلت له الارتست رقم 2 عمره ما هيديك اي حاجه خالص طيب بس هل هل ده كده معناه ان هو ملوش لازمه تعالى كده نجرب لا ليه لازمه هو اه ما بيطلعلكش اوتبوت بس ليه لازمه لازم يتحط فعشان كده هنقول احنا جايين حاطينه طيب لو انا عايز اطلع حاجه زي الايه زي الكرنت ديت مثلا كرنت كرنت ديت وقلت له كده اه بالفعل طلع لي الكرنت ديت اهو طيب لو انا قلت له فيرجن ب هو الاحرف الصغيره الاحرف الصغيره او حطيت له فيرجن بالاحرف السمول small, small letter هل هيطلعهولي اه هيطلعهولي لي طب ازاي وانت قايل من شويه ان ما ينفعش في بعض الداتابيزز لا تقبل الا الكابيتال ليتر هقول لك اه بالفعل بس انا بعمل كده ليه علشان ممكن مثلا واحد يكتب فيرجن ويكون مثلا الشخص صاحب صاحب الموقع اللي ماسك الموقع يكون مثلا عامل فانكشن معينه هو عاملها بنفسه انها لا تقبل الا مثلا الكابيتال ليترز فقط فعشان كده انا بقول لك على الطريقتين وبقول لك على الصح اللي انت تعمله ولكن يبقى طبعا الخيار ليك انت ويبقى الخيار اللي هو انت عايز تعمل كابيتال ليتر او سمول ليتر دوت ترجع لك انت انا كده خلصت النهارده الدرس بتاع الاس كيو ال انجكشن البلايند بيزد وفي نفس الوقت برضو خدنا محاكاه يعني كده يعتبر على الاكيونيتكس طيب كده فاضل لنا ايه بقى برضو عشان تكون عارف كده احنا باذن الله فاضل لنا ان احنا ناخد الاس حاجة زي برضو الجي الجي اس كيو ال حاجة زي الاس كيو ال نينجا دي كلها طبعا ادوات كبيرة جدا في الاس كيو انجكشن واخيرا باذن الله هناخد الواف باي باسنج وهناخد ازاي نعمل ديتكت ان الموقع الدوت مصاب باس كيو ال انجكشن بلايند اس كيو ال او لا امل ان يكون الدرس ده عجبكم والسلام عليكم